سلام عسلامة حبيباتي، مرحبا بكم مرة أخرى في كوجينتي. اليوم باش نعملو مع بعضنا خبزة نتاع جاتو بالفريز. بما أنه توا وقت الفريز للسهرية إلا العشوية وإلا كما تحبوا، سهلة وبطريقة مبسطة والمكونات موجودة في كل بيت. باش نستحقوا واحد سكر فاني، واحد خميرة، هذا ما نعرفش عليه موجود عندكم في البلدان العربية ولا لا، مانيش متأكدة منه. يجي فوق الفريز من بعد ما يتحط، وإذا تنجموا تعملوا مثلا في بلاستو تعوضوه بالعسل بالشحور. وعندي الكريمة الكريمة الباتسي للتيب بنكهة الفاني، باش نشوف هذا يظهر فيه كفيني. ماخذة منه كان شوية معبي ديجا، كان ما كفانيش نزيد من هذا. عندي زوز كيسين فارينة، كيس سكر انا باش نقص منه مش باش نحطه كل، اما انتم تنجموا تحطوه كل كيس معبي. انا المقادير كلها نكتبهم لكم في صندوق الوصف. ثلاثة بيضات بحرارة الغرفة غسلتهم بحرارة الغرفة والكبر ان. عندي فريز وعندي الحليب وعندي الكريم فريش، هذوما باش يبقوا لمباع، باش نخليهم على جنب لانش باش نستحقوهم توا. حبيت بركة نوريكم المقادير. وباش نجو للبيض نتاعنا، بسم الله. باش نحط له شوية قارص باش ينحي الزفارة نتاعو، وباش نحط سكر فاني. بالنسبة لهذوما باش نسحقوهم من بعد، خليهم على جنب. البيض نتاعنا كملناه، وباش نركضو نزيدو السكر ونركضو. انا نقصت على صوت الماكينة على مرحلتين. بعد ما ركضتها كيما تشوفوا حبيباتي هكا تبياض، باش نغربلولها كي العادة الفارينة نتاعنا. ما نحطوش فارينة مش مغربلة، ديما الحلويات نحطوها مغربلة. ساعات نغربل وتشوفوا معايا، وساعات نغربلها ونوزنها ونزيد. حطيت الكيس الاول نركضوش توا، من بعد باش نركضو كان بشوي. وبعد ما غربلت الكيس الاول البنات باش نخلط بشوي بسرعة كيما تشوفوا البنات، هذا هو القوام اللي حشتي بيه. حطيت ديجا الفرن تاعي على 180 درجة، وهذا هو القوام، مانيش باش نزيدها. اخذت مني زوز كيسان غير ربع، خاطر الطبيق نتاعي هاوكا دهنتو بالزبدة ورشيت عليه الفارينة. كان باش تاخذوا طبق اكبر انتم عينكم ميزانكم. باش نزيدها توا مغرفة ماء سخون، مغرفة ما بين مغرفة ومغرفتين، ما يبدأ دافئ. بسم الله مغرفتين، وباش نخلط ونحطها. نحيت الباتور، خلطت تاك المغرفتين الماء كي من هكا، وباش نحطوهم. ذقت الحلاوة نتاعها صبا. انا ما عملتش الكيس كامل، الكيس زادة خليت منه شوية. وباش نجيب الطبايق نتاعنا ونحطوها في الطبايق. بسم الله الرحمن الرحيم. تحبوا تفرشوا الطبايق نتاعكم بالورق الزبدة، إذا تحبوا تخلوه هكاكا. وديجا بحشناش بها عالية، تشوفوا انتم كيفاش باش نعملوها مع بعضنا. خاطر باش تجي الطبقة نتاع الكريمة هذيك الكريم باتسيي. وباش ندخلها توا على 180 درجة مدة نصيف ساعة، انتم ونوعية الفرن نتاعكم.
ومن بعد نشوفوها حبيباتي مع بعضنا. انا حطيتها التيب طليت عليها ما شاء الله بسم الله، اما عملت غلطه من بعد نشوفوها مع بعضنا. باش نخلو هنا تو نسيت الحليب نتاعي، باش نخلو 4 مغارف سكر، وباش نخلو باكو هذا ناقص شويه بركه مانيش عارفه انكم خليه يزي، باكو الكريمه نخلطهم مع البارد وبعد نشعل عليهم. تعبت كيما تشوفوا نطيبها بالمغرفه، انا ديما بالمغرفه هذه اللوح ما تشدش ليا الحق، باش نزيدها الكريم فريش وهي سخونه. الخبزه نتاعي خرجتها البنات باش نوريها لكم دقيقه بركه، حطوها كلها والغاز زاد طفيت عليه، هذا الريحه ما نحكي لكمش. ولهنا كما تشوفوا هكا الخبزه نتاعي جت بسم الله ما شاء الله عاليه، هذه الحاجه اللي خرجت لي على جناب. الحق انا مستنسه نعمل فيه ديما الوصفات اللي يبسه جديد هو مخذات، وعملت فيه المره اللي فات كان تتذكروا البنات البريوش هذاك اللي في شكل ورده، مش مشكله هذا ما يضرش ديجا كريتوني. انقبتها هكا وباش نستعين بزوجي باش يقص هذه عفني، هي لما حالا كان جت واطيه البنات راه نخليها هكا ونصب عليها الكريمه هذيك، وبعد نحط الفريز ونحط عليها هذاي الجلازور. ما هي جتني عاليه شويه كريتوها بثلاثه بيضات باش نقسمها في اثنين باش نبدل فيها الوصفه شويه. من بعد البنات ما استعنت بزوجي قص هذه كيما تشوفوا، شوفوا كيفاش بسم الله ما شاء الله، باش نزيدها شويه حليب باش تجيني هشه كيما تشوفوا بسم الله جات الفات نتاعها، وباش نصب لها الحليب نتاعنا ونحطو الكونتيتي اللي حاشتنا بها. وجيت لهنا قصيت شويه فريز باش نحطو من داخل فيها الكريمه بفضلك كلها، بالطبيعه يلزمها تبرد الخبزه هذه. بعد ما وزعت لها الكريمه كما تشوفوا كلها قصيت الفريز نتاعي هكا وباش نحطه من فوق، باش نكمل كله نقصه ونزينها. هذه مانيش عارفه البنات موجوده عندكم مش موجوده، انا خديت زاده هذه من بوسنيا موجوده يعني في كل بقعه، ما الاسم نتاعها الصحيح ما نعرفوش، وكان صعبت عليكم تنجموا تطيبوا عسل وتزيدوه ملون غذائي احمر. انا باش نكملها ومن بعد هذا باش نحطه في شويه ماء سخون، ماء سخون ونخليه شويه نحركه بالسباتيو ونخليه شويه ومن بعد نصبه على الخبزه نتاعنا ونشوفوا بعد الخبزه حبيباتي في طبق التقديم ان شاء الله. بعد ما زينتها ما حبيتش نضيع عليكم حتى حاجه، هاك الوحده دي باش نحطه لنا بسم الله
نسخن له في الماء هكا الماء سخون وباش نحط ونحرك عيني مزيان الطعم نتاعو وبطعم الفريز باش نزيدو شوي هو محطوط عليه 250 وانا سخنت ديجا 250 باش نصبهم الفرن ونحرك في صورة ماء البنات ماء مش موجود مش متوفر عندكم كما قلت لكم طيبوا شفتوا كيفاه طيبوا عسل وقارص سكر وماء وقارص وتزيدوه هي غرفة معجون فريز نكب بالضبط القوام نتاعو مانيش باش نسقي بيه توا سخون شوية باش نخليه برضو شوية درجين يبرد ونسقي بيه الكيكة نتاعي ومن بعد نشوفوها حبيباتي ان شاء الله في طبق التقديم ولهنا كيما تشوفوا حبيباتي هيك الخبز نتاعنا حضرت خليتها بردت شويه كيما تشوفوا بسم الله ما شاء الله حضرت معاها قهوه وباش نقص لكم بالطبيعه ما يجيش منو ما نقصش لكم باش تشوفوها كما تشوفوا بسم الله ما شاء الله وجدت ما نحكي لكمش البنات ان شاء الله يا ربي الوصفة تكون عجبتكم والطريقة تكون عجبتكم الى وصفة قادمة حبيباتي ما تنسونيش باللايك والكومنتات الحلوة باش كل مرة توصلكم جديد الى اللقاء